يا ستي إذا بدنا نقول إيه طبعا، إذا بدي أعطي مثلا لماما أكيد هي وسام الحنية، هذا قطعا إلي، ويعني إنه حنية علي وعلى اللي خلفوني مثل ما بيقولوا، على كل الناس اللي بيشتغلوا معها واللي بيعرفوها، واللي هي حدا معروف بهذا الشيء أكيد يعني. بابا يعني الحقيقة بابا شوي صعب، لأنه أنا بشوفه بيجمع كتير أشياء، يعني بيجمع، لأن هو يعني كتير حنون بس الوقت ما بيظهر حنيته قوي كتير، بنفس الوقت عنده كمان يعني نقاط عاطفية ضعيفة، بس خليني أقول القوة معلش، لأنه نحن كلاتنا بالأخير يعني نستند عليه، ف يعني خليني اختصره هيك، يعني اختصر الوسام، اسم الوسام يعني. خالتي صبر حقيقة، الصبر وال شو بيقولوا، منج اللي بيكون عنده هذا الإصرار تمام. لسبب، لأنه خالتي حدا أنا برأيي طبعا عم بحكي كتير مهم، عملت كتير أشياء، هي اشتغلت تمثيل، اشتغلت يعني مسرح وتلفزيون، واشتغلت إذاعة، وبعدين حولت صارت يعني بعد ما الفرص بالتلفزيون صارت شحيحة بالنسبة لها لأسباب كتيرة، فهي ما وقفت عند هذا الموضوع، حولت اشتغلت إذاعة، صارت مخرجة كتير مهمة، بالإضافة لشغلها كممثلة تشتغل بالدوبلاج بالإخراج كمان بطريقة كتير مهمة، صارت من أولى المخرجات بالدوبلاج الأفلام والمسلسلات وكذا، فهي حدا عندها إصرار كتير، فأنا هيك يعني أنا هيك بشوف إنه ممكن يكون هذا الوسام، يعني اسمه وسام الإصرار. مين كمان بدك؟ ولادي وجوزي كلهم بينعطوا وسام الدعم بالنسبة لإلي، يعني إذا بدي أنسبها لإيه الشغلة، أما بالنسبة لإلهم يعني جوزي كمان بيشبه شوي الوسام اللي أنا قصصت خالتي فيه، لأنه ماهر كمان من الناس يلي عندهم كتير أشياء شيء يقدموا، وكمان ما بيوقف عن البحث، ما بيوقف إنه يضل يجرب ويشتغل، وعنده إصرار فظيع، وهو ناجح بأي شيء بيعمله، يعني إن كان بالتمثيل بالمسرح أو بالتلفزيون، بالإخراج هو أكيد من الناس، من أهم الناس الموجودين بسوريا، أو ما بعرف إذا على مستوى الوطن العربي يعتبر من الناس المهمين، أنه أخرج مسرح بطريقة كتير، وهي شهادة الناس فيه هو شهادتي، لما بيتصدى مثلا لشغل مهرجانات أو إيفنتات كبيرة فهو بيكون أدى بيكون مميز جدا وصاحب بصمة بشهادة كل الناس اللي بيحضروا من العالم والوطن العربي، وكمان هو بالأخير مخرج كمان تلفزيون، عنده محاولات هلا، رغم إنه نفس الشيء الفرص ما أنا كتير متاحة له لأسباب كتير كمان هلا مو وقت ذكرى يعني أو تعدادها، بس هو ما بيوقف بمكان، هو بيضل يشتغل، بيضل يبحث عن ورشات تمثيل، هو مدرب وأستاذ تمثيل كتير مهم، فإيه بعطيك كمان نفس الوسام، القوة والإصرار بنفس الوقت يعني. ولادي لسه بكير ياخذوا أوسي حبيباتي. مثل أمك وأبوكي أنتي، ليه؟ لأنه ببداياتك الفنية ما أعطوكي أوسمة وما كانوا يقولوا لك رأيهم بشغلك، وهلأ أنتي طالعتي لهم. ما لا، أنا ما عم بحكي على احنا ما عم نحكي على أوسمة فنية، عم بحكي بشكل عام على الشخصية. ماشي، ف لسه ما تكونت شخصيتهم. يعني لا شوفي، يعني بلشين يدوروا، عم بيلاقوا شوي شوي طريقهم، البحث عندهم دائما موجود، دائما عم بيدوروا لسه، يعني ما عم بيدوروا على الأحسن، كل واحد من بيناتهم في عنده هدف ماشي فيه، ولكن بهذا الطريق دائما عم بيحاولوا يدوروا شو الافضل وشو الاحسن وشو هذا، فهن كشخصيات ناس مثابرين جدا، اولاد الاثنين. خليني اقول، خلينا نقول لك وسام المثابره، لانه هن فعلا مثابرين جدا، بس انه لسه ما فيني يعني ما فيني اقول انه هن بينعطوا فنيا لسه شيء، انه كمان لسه بكير،
وكشخصيا هي قلت لك مثابره، لانه هاي صفات شخصيه فيهم الاثنين.